الجولة الأخيرة للبطولة الوطنية، البداية مع ترجمة في تونسيا والفريق كان لعب نهار السبت وهزيمة غير متوقعة ضد تونغيت السنغالي. باش نحكيو على هذا الكل مع اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني أنيس العيار. أنيس أهلا بيك. أهلا بيك سي، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل. صافا شنو الأمور خويا؟ والله في خير ونعمة، طمنا عليك. الحمد لله. أنيس، أكيد هزيمة ترجي 2-1 ضد الفريق السنغالي تونغيت، أول تقريبا فوز الفريق هذا اللي انسحب من المسابقة، يجي ضد أول فريق في المجموعة، الفريق المرشح الأول للقب. كيف شفت المقابلة أنيس؟ الاسبيرونس مشي باش يربح، نعرفوا من الشيء هذا الكل، سيرتو بعد الفترة الأخيرة والضغط اللي مسلطوا الإعلام المصري أون جينيرال وفريق الزمالك خاصة على أنه الترجي لازم يربح، هذا الكل في صالح الزمالك. نعرفوا الترجي من قديم الزمان ما يساومش في انتصاراته، خاصة في رابطة الأبطال، في مقابلاته يتعامل بكل جدية وكل مباراة، حتى كان ما فيهاش ريان أنه ينتصر فيها. جات فرصة الانتصار عن طريق توغي، ما سجلش توغي، تعاقب الترجي. اليوم هفوت مثالي فاروق اليوم برشا نقص عليه، يمر للامانه معناتها ثم برشا كريتيك على فاروق واخطاء بدائيه بالنسبه لي انا، خاطر تعرف اليوم باش تكون في عارين التراجي في حراسه مرمى التراجي الاسبانيا، لازم تكون متمكن ولازم تكون واثق من نفسك ولازم تعرف قيمه التراجي وقيمه الهفوات في التراجي، خاطر ثم حراس يمروا في تاريخ التراجي الاسبانيا يظلك تشوف بعض الاخطاء في بعض السنين، معناتها خاطر اليوم تكررت اخطاء فاروق. توغي كان لازم يسجل هدف كيف كيف وين المباراة، واليوم توغي يذل على الصفحة نتاعو. في فاروق، في موضوع فاروق أنيس، مع منحو الثقة وتدعيمه، وإلا سيبون غلط يتحط معز ياخذ فرصته أيضا يرجع. شوف باش نكونوا واضحين، لازم ثم إكيليبر زاد معز راهو بوندون لي زاني اللي عداهم في الدرجة الإسبانية، معز فالورا في الإسبيرون، فالورا وجاب تروات وحارس متمكن وعنده الإكسبيريونس. الكونكورنس باهي في جمعيات الكل، سيرتو في الترجي الاسبانسي اللي يلعب عديد الوجهات سواء افريقيه ولا محليه، لكن زاده كيف معناتها ماهوش شكل الحارس البدائي معز باش نجمو نجالوه. هذول اليوم لازم نعطيو اكيليبر، نعملو توازن بيناتهم بالزوز، واللي يجي فرصه نتاعو ويعمل بيرفورمانس من غير اخطاء يكمل. ذولي فاروق اليوم اكيد لقى الدعم، اما انا كي ندعمك مره ما نجمش ندعمك مرتين وثلاثه معناتها، انت خاطر اليوم وراك زاد حارس ما عنده طموحات اسمه معز. الحاجه الباهيه انه الاداره نتاع الترجي الريتونسي قاعده كيما نقول احنا عاملين ومكادروا مول معز، باش معز كيما نقول احنا ما يخرجش من المنافسه ويقعد ديما حاضره، خاطر شامبيونز ليغ فيها مباريات حاسمه يستحق للملاعبيه نتاعو الكل. لكن فاروق للمراجعه للامانه، في قيمة فاروق ما نجمش نشكك في قيمة فاروق، ما نجمش نقول انه فاروق ماهوش الحارس معناتها المناسب في المكان المناسب، لكن زاد وراك حارس اسمه معز، إذا معز غدا نعطيه فرصة أنا ويعمل بيرفورمانس لازم ياخذ زاد فرصته كاملة، خاطر اليوم رينا بعض ثم كدزة زايدة مع فاروق للأمانة معناتها، فهمت؟ وهذا لازم نعملوا كيليبر باش ما تصيرش انقسامات في الفيستير، خاطر تعرف راهو الجمعيه اللي تلقى مشاكل يبدا عندها دو جارديان كبار زوج في مستوى عالي، راهو كل واحد عنده اصحابه في الجزائر. انا ود الجزائر ولعبت كوره، انا حارس مرمى عندي جماعتي، الاخر عنده جماعته، تصير بعض الانقسامات وهذا ما يلزموش يصير في كره القدم. لازمك تعطي توازن، لازمك تعطي حق كل لاعب باش تبدا الامور اكيليبري، مش في الميدان، خاطر الميدان حاجه اخرى، اما الفيستير اللي هي مهمه للنتائج، الفيستير كواليس هي سي امبورتون، تبدا الجو ممتاز، لازمك تتعامل الملعب بكل سواسيه، فهمت؟ باهي. مقابله تونسيه بنكهه افريقيه في كاس الكاف، السي اس اس ليتوال انتهت بالتعادل دون اهداف، كيف شفت الماتش انيس؟ بون ليتوال بيرفورمون، لكن للامانه معناتها دو جارديان ديسيزيف بالنسبه لي انا، مباراة كان ما فيهاش معناتها كيما نقولوا احنا نقطة تعادل ترضي الزوز، كل واحد كان ينجم ينتصر تحب ولا تكره، معناتها اليوم ثم برشا نقد للمرسي، انا قد بيت للامانه معناتها الفريق ما تحسنش بالنسبه لي انا شخصيا، نحكي ما تحسنش في النادي الساقسي وما جابش النتائج، حتى كان ثم كوره النتائج ماهيش قاعده تتبع عكس ما عمل حتى فوز على 8 ماتشات توا ليه في السي اس اس. اي زي السؤال يطرح نفسه، وانا ناكد لك الهيئه المديره اليوم قاعده تشوف في حل باش تحاول تفك التعاقد مع مرسيا بالتراضي، خاطر
ما تنجمش تعمل ريزيليسيون دو كونترا من طرف واحد، خاطر باش يكلفك برشا على الخزينه نتاعك، برشا موارد ماليه. الوقت اللي يمر به نادي الاتفاقي في الوقت الحالي سلام، ما يسمحش للنادي وما يسمحش للخزينه انه باش يعطي كونترا كامل مرسي. وهنا نقاط استفهام حول التصرف مع نتاع الهيئه مع نسبو جلبان نحيه، وقت اللي الفريق كان متميز تقريبا فايز على ليتوال في سوسه، اعتباطيه في التسيير ظهري في السي اس اس، ومشاكل ماليه كبيره وحتى فنيه، الفريق كان ماشي على السكه تنحي مدرب وتجيب مدرب ما حقق حتى فوز لحد الان، برشا نقاط استفهام. انا خليني نرجع لك ساعه يلزمهم خاطر ندير الشخص باش يرجعوا للسيد اللي كان انترميديير في 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 الكونتاكت مع مرسي، باش يحاولوا يفكوا يعني يفكوا التعاقد بامور بامور كما نقولوا احنا معناتها باش يكون الحل الاميابل معناتها بيناتهم، فهمتني؟ لكن نرجع من بعد اللي هو سامي طرابلسي معناتها تقصد؟ اكيد اه، نحن هنا كل شيء كل شيء نسميه مسمياته يعني صراحه. ايه ما عنديش مش خائف، ما ديما نحترم الناس، نقول لو فما انترميديير جاب مرسي اليوم يلزمهم من ندرس الشخصية يتصل بالثاني التابلتي يحاولوا يلقاو حل اميابل مع وهو مدرس. حتى سامي رغم اللي هو جاب مرسي البارح في تحليله للمقابلة نتاع ايتوال قال قد بشدة مرسي، وقال السيد ما قدمش الإضافة والفريق مع أبو جلبان كان ماشي خير معناه. ما هو يحترموا هما عراقة سامي طرابلسي، وحد اللي لازم يشك في الامكانيات الفنيه والزاد الفكري نتاع سامي، انه من بعد يسالوه على مدرب، لكن انا ناكد لك انه البدايه بدات من النادي. يسالوا على مدرب، وقت اللي يسبوا جلبان يقوم بنتائج ايجابيه والهيئه تتحرك بتجيب مدرب، سامحني يا اخي كيفاش تخمم العباد هذه؟ بالحق معناتها الناس كيفاش تخمم؟ فما نصور سامي طرابلسي يسبوا جلبان ماشي اموره وقرح على مدرب، مستحيل. خاطر راهو حتى المبول ما ادتش عليه، لكن الهيئه تحركت واتصلت ببعض العناصر وبعض الفنيين وبعض الاطراف المقربه للنادي باش يشوفوا مدرب. فهمني الناس اللي خمت وقت اللي انيس بوجلبان قاعد يعمل في عمل كبير والنتائج تتبع والفريق صعد ماشي في ثنيه باهيه رغم انه نفس المشاكل راهو مع انيس بوجلبان، ما نعرفش اللي ما نصورش انه الوضعيه الماديه والظروف كانت باهيه، لكن كانوا اقرب للملاعبيه ديسكورو جيب مدرب ميم با ينجم يوصل ديسكور نتاعو، يعني اللغه نتاعو اسبانيه، يحكي على الفرنسيه مكسره، انجلي، ونحن ملاعبيتنا نحكيو معاهم بالعربي وبالانجليزي ونحاولوا نفهم فهم. ما يهمناش في هذا الكل يا انيس، المهم الريزلتا، الريزلتا ما فماش اليوم. هذه الريزلتا هي بتبعتها ما تبعتش الريزلتا، كيفاش تجيب مدرب محنك؟ راهو نحكيو على مرسي راهو عنده بالماريس كبير برشا، يعني مدرب محنك ومدرب عنده تاريخ ما نجموش نشكوا فيه اليوم سلام، اما نجمش يولي من البطوله نتاعنا معناتها. ينجم ينجح في بطوله اسبانيه في دي كونسيون اخرين او نيفو بروفيسيونيل اوروبا ليفل اخر، راهو المدرب هذا ما نجمش نشكك فيه. اما راهو عندنا بطوله تونسيه عندها كواليس وعندها جو وعندها صعوبات وعندها الفرق اللي في ميادينها ما ترحمش، يعني لازمك تجيب انسان اليوم قريب للبطوله التونسيه وقريب للفكر والعقليه نتاع الملاعب التونسي باش تنجم تنجح معاه. انت يكون عندك انيس بوجلبان وولدك وبلوتو الامور الماديه با تيلمون حاجه كبيره وتجي تغير المدرب، اكيد ماكش باش توقف من بورايد دون انتصار، وناكد لك اللي فان سيزون باش تكون صعب على المدير السياق. معك على طول الخط. باهي نحلوا موضوع البطوله انيس. المقابله الاولى اللي تلعبت بنهار السبت جي اس كي اتحاد بنقردين، تلقوا تقدم او تفوق اتحاد بنقردين 3-1 في المقابله هذه، برشا كلام متقال على الماتش ما نعرفش نجموا نحلوه فنيا ولا لا، خاصه فما مسؤولين حتى من جي اس كي قالوا كانوا في بالهم بالريزلتا قبل الماتش، نجموا نحلوا فنيا المقابله الريزلتا نتاعها كانت معروفه، كيفاش شفت الماتش انت انيس؟ الماتش بالنسبه لي انا ما ريتش في حاجه اللي في لاجراند فما هكا يعني شبهة، انا شخصيا فنيا الاهداف اللي ريتهم واللقطات اللي ريتهم والديسيزيون تاع الاربيتر ما نجمش نخمم لحظه انه الماتش فيه وعلي. من بعد القيل والقال والكواليس ورهانات واحد من زاد مش نقول ماهيش موجوده في العالم اجمل موجوده، اما اسكو من باب المزهر ولا المكتوب خير انه يكون النتيجه 3-1 وقت اللي الناس تكلمت عن النتيجه، رغم اني شفت المباراه فنيا معناتها الاهداف عاديين، كفران ديفي بلانتي صحيحه، قروان زاد ماركيت بونتو صحيح، معناتها مباراه فنيه عاديه معناتها انت شباب قروان تحت فيزيكمون ديزاميتون خاطر ظاهرين الملاعبين ماهمش قاعدين يترناو 100% اكيد في ديزاميتون باش يصير تراجع على المستوى البدني، خاطر ما نصورش انهم يخدموا عندهم اوبجيكتيف تعرف جمعيه بالنسبه لهم في القسم الوطني في الشرفي، الملاعبين ماهمش موتيفي، لكن عملوا بريمير ميتون فيه بعض اللقطات الباهيه بعض اللمسات الفنيه المزيانه، من بعد زي ما تحس الفريق عمل شوت على المستوى البدني. اتحاد بنقردان عنده بروجي قاعد ماشي فيه انه يمشي في تروزيام بلاس، قاعد يربح في المباريات نتاعو، لكن بالنسبه لي انا
فني مباراة بالنسبة لي أنا عظيم، ما ريتش الحاجة اللي تستاهل نوعا ما، لكن من بعد إذا ثم تحقيق باش يقول أنا ثم رهانات وشكون المتسبب هذيك حاجة أخرى، لكن أنا فنيا بالنسبة لي أنا تروا بوان تاع بنجردين ميريتي. في الموضوع هذا أنيس ثم حاليا اجتماع بين الجامعة التونسية ورؤساء الأندية، بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا بالتليفون مراد القداح رئيس الشبيبة باش ناخذوا أهم مسار في الاجتماع هذا به نحلوا مقابله الكلوب ومستقبل سليمان 2-1 فوق النادي الافريقي، يوصل النتائج الايجابيه نتاعو الكلوب في فيرسيون جديده نتاع العلمي والوحيشي. كيف شفت الماتش انيس؟ بون المباراه لونتام هي الاهم حاجه في القدم، هي لونتام اللي لازم يتعمل عمله النادي الافريقي في 5 دقائق 6 دقائق سجل لك اهداف ويعمل بريسينغ وخلى مستقبل سليمان يقوم باخطاء، ومن بعد شفنا على بلاريتي ديتاي صغيره سجل النادي الافريقي، لكن اللي استنيته انه النادي الافريقي ما ينجمش ياخذ 85 دقيقه ولا 90 دقيقه يوخر البلوك نتاعو. صورت انه النادي الافريقي باش يضغط عالي يحاول يسجل هدف ثاني باش تبان على المباراه، لكن اللي ديش تكنيك واللي ريته في النادي الافريقي يظل باش نحوصل نقول المباراه تربحت ما تعبتش. يعني ثم مباريات في كره القدم وظهر لي هذا المهم للكلوب توا انيسا، فما تكون انه يلزمك تلم نقاط، النادي الافريقي راه نزيف من النقاط وحكينا على فترته، وانا ما كنتش نتصور النادي الافريقي باش يرجع او يلم نقاط ويكون بالمستوى الفني هذا، ثم مشكورين الناس اللي هو في الكلاسمون انيس في اخر 10 مقابلات بعد ليسبيرونس ويتوال جي الكلوب الثالثه. اي خاطر فاز روتور مزيانه للامانه معناتها فنيين، وتحس الكوادر نتاع الفريق تحب ولا تكره، بعض النقد اللي كان وبعض برشا ناس لو كانوا ضد رجوع صابر وزهير والعقربي وبلال الملاعبيه هذوما هما اللي عملوا ديفيرينس تحب ولا تكره. انا بالنسبه لي انا شخصيا الانكادرومون حتى مش فنيا بشخصيتهم انيس، شوف نحب نكونوا واضحين هذيك هي كرة القدم، انا كنربي ليه نمشي للاربيتر ويعمل عليه بريسيون وفي المواقف وقتاش يتدخل وقتاش يعمل ضغط. ايوا ماهيش حاجة باهية هذه. هي ماهيش حاجة باهية، أما هو أما شوف الإكسبيريونس عندها دور في المباريات هذوما، ما نحكيش حتى على الضغط مع الحكام، حتى في تسيير المباريات، حتى كيفاش تتعامل مع 90 دقيقة تكون رابح، كيفاش تستحوذ على النتيجة تكون بالنسبة ليك أنت خاسر 2 بلاش، كيفاش ترجع بغض النظر على البريسيون على الحكم، كما قلت أنت راهي ماهيش باهية وما تصيرش وما يلزمهاش تصير وما عندوش الحق، لكن نحكي فنيا فريق يكون منهزم 2 بلاش فرص دو كاركتير نتاع ملعبية يعمل ديفيرينسا. بعد تلقى النادي الافريقي ماهوش في افضل حالاته في مباراه سليمان وينتصر ويعمل البلوك نتاعو ويخرج باخف الاضرار. بالنسبه لي انا ذولي النادي الافريقي في الوقت الحالي يعرف يتعامل مع الوضعيه اللي عن اللي هو فيه، والمباريات لازم ينتصر فيهم قاعد ينتصر معاه. في ست نقاط الاولمبي البيجي يفوز على الاتحاد المونستيري 3-0 فوز اتاح بلاصه عبد جرده بعد تقريبا زوز مواسم مع الاتحاد المونستيري. اي لاس على الجرده ما نتصورش، انا شفت الديكلاراسيون نتاعو ما نتصورش انه الريتم اللي يحكي عليه في لاس على الجرده وربع وحد وخايف شكون يموت لي علي كارديا كذا كله موش مش اجابه تنجم تقنعني انا كمتفرج في البطوله ولا كفني انه سبب باش يخلي لاس على الجرده يخرج. تصور انه ثم مشاكل اخرى، ثم حاجات انترن. برافو لفجرد لا هو مش تتصور، فهم برشا مشاكل داخليه في الاتحاد بين الملاعبيه وخاصه الاداره وبرشا حاجات فهم قاعد يصير في الاتحاد. ساعات الملاعبيه كي ما عادش قابلين المدرب ولا ساعات كي تبدا الامور ما عادش ماشي باش يكون ثم ضحيه ثم كبش في يديه. هذه ما تنجمش تنحي 22 ملاعب وما تنجمش تنحي رئيس نادي. لازمك الوحيد اللي تنجم تضحي به هو المدرب باش تنجم تعمل جو جديد. هذيك هي كرتنا سليم شو نقول هو ثم لحد الان اشو ممكن نحكيها على 4-1 ما هو راهو عنده تصريح سابق في الاسعد، انا نحترمه برشا والناس اللي كلمته بعد الاستقاله نتاعو خاطر نحترمه ونحترم الزيد الفني اللي عنده والاضافه اللي قال يقدم فيها في البطوله. كان عنده ديكلاراسيون ديما قال فيها علاش ما نلعبوش نسق كبير 4-1 عاد اليوم ثم حبش نقول كلمه ما نقول راهو تغير الديسكور في وقت ما نحكيو على المستوى لازم يطلع 4-1 ولما لا وعندنا الكاليتي وعندنا الامكانيات وفي وقت نقولوا انه الريتم وعندي شكون باش يموت هاري كاردياك وما نحبش نشوف الريتم هذا، لكن هو راه في خفاياه عنده برشا ما يخبيه خاطر صارت برشا مشاكل الفتره الاخيره خلات لسعه جرده سيرتو راهو الاتحاد المنسيري ولا لازم بثلاثه ولا لازم على ميدانه رجيش ثلاثه اولمبي البيجي ثلاثه في علاقة الاتحاد المنسيري هل بفعل فعل ولا هذيك هي النتيجه اللي موجوده نتاع فما بوان دو توليغاسيون كيفاه؟ فما نقطة فهم اي
كيفاش اسلام؟ قلت لك فما نقطة استفهام معناها. استفهام صحيح، خاطر بالمستوى اللي نعرفوا به الاتحاد المنستيري مش كان هو مرهق، جمعية كاملة مرهقة. أما الثلاثيات اللي قاعد يخسر بها والطريقة والمنيات، هل هو رهاق ولا لازم يكون الله والرسول أعلم؟ يعني ما نحبش ندخل في حاجات أنا. هو الكلام قاعد يتقال به. تطاوين المتلاوين كمل به المقابلة الأخيرة، تعادل دون أهداف، شكون أرضى أكثر التعادل أنيس ولا ما ساعد حتى واحد فيهم؟ نعم يساعد المتلاوي بنسبة 70%، نقطة ثانية برشا جابها من تطاوين كونكيرون ديريكت ودي بينالتي واري. أنا بالنسبة لي أنا في كرير، بالنسبة لي أنا ميور جوير سور التيران، ملي انضم للمتلاوي قاعد يعمل في الديفيرينسيا في المقابلات الكل تقريبا. للأمانة باش نكونوا واضحين، منذ قدوم أشرف كرير اتحاد النجم الرياضي بالمتلاوي تحسنت نتائجه، يعطيه الصحة حتى قاعد يتحسن، وعمل 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 برفورمانس خلت المتلاوي يتحسن حتى في التدريب نتاعه. صحيح، رغم اللي تعدى بيريود صعيبة شوية مع النجم الساحلي، لكن قاعد وهذا تحسه أنديفي بالنسبة لي إسلام. أشرف كرير سي أنديفي، عنده مدة موش كومبيتيتيف، رجع من النجم الرياضي بالمتلاوي، يحب تحسك اللي جيعان كورة، قاعد يعمل في ديزاري، قاعد يرجع في المتلاوي في برشا مباريات، وهذه هي قيمة الحارس. معناتها بون ما نجمش نرجع لك الموضوع فاروق، أما راهو الحارس المرمى في كرة قدم 60-70% من قوة الفريق. ساعات جمعيتك تبدا تقبل في اللعب، يعمل عليه اثنين يرجع الفريق نتاعو لازم ينتصر. هذولي بالنسبة لنا المتلاوي جاب نقطة ثانية من تطاوين، تطاوين خسر زوج نقاط، إن شاء الله ما يندمش عليهم في بقية المشوار، خاطر هذولي تطاوين أنيس الفريق رغم ما عادش تشاهد ويكون في كرة مزيانة، معناها الفريق ما تحسه ما يستاهلش المرتبة اللي هو فيها ولا؟ أنا اللي حسيته في اتحاد تطاوين من أحسن الفرق كروية بالآليات الهجومية اللي موجودة، وللأمانة معناتها من غير مجاملة حتى شيء، مع شكر الخطوي فنيا تحسن الفريق. لكن من بعد قول لي أنا نضيع في نقاط، ضيعت زوج نقاط ضد رجيش في تطاوين، ضيعت البارح زوج نقاط، هذوما أربع نقاط كان أنت حصلتهم. اليوم راك عامل المنتيا نتاعك علاش؟ كيما الملعب التونسي اليوم وضعيته نوعا ما صعيب، وقت اللي تخسر دو بوان كونتر سليمان. أنا نعرف الملعب التونسي أصعب الكالندري اللي جاية معناها، ولا اصعب ما نتصور، عنده كل الاليات الفنيين ونجم يربح مباريات، خاطر راهو شوف ما تربحش مباريات ما عندكش الحق تقعد في الرابطه المحترفه الاولى، والفريق اللي عنده فريق ممتاز يمشي به حتى لاخر الدنيا. انا انيس نعرفك صريح، انيس شكون الفريق باش يرافق الجي اس كا في تقديرك للرابطه الثانيه؟ صعيب الحكم راهو، خاطر اربع مباريات راهو فيها ما فيهاش النقطه اسلام، وبرشا كونسيرني راهو، حتى الاتحاد المنستيري كونسيرني اليوم رغم انه عنده 27 نقطة، لكن كونسيرني كل كونسيرني. اي بلاش دبلوماسية، اعطيني تحليل تاع رؤيتك انت. ايه ما نجمش، شوف انا ما نجمش نقول لك شكون هو الاقرب النادي اللي بنزرتي في الوقت الحالي. الاقرب السيابي. اقرب السيابي في الوقت الحالي من ناحية النتائج والكلاسمون، اما نادي بنزرتي راهو نجم يعمل رياكسيون، ينجم يجيب لك 9 نقاط. انيس العياري ولايا بشير القروي ولجمعيتك او ولاد بلاوي تبع فيها، قال يسالوا اي قال يسالوا الجمعية استاد على 15 نقطة ما زالت مقابلات صعيبة، قداش نجم يجيب النقطة؟ أنا شخصيا أنا نجم الملعب التونسي نجم يجيب نجم يجيب حسابيا نحكي لكم على حسب الوقت نجم يجيب 6 نقاط. أنا شخصيا راه في أمور فنية راهو نحب نجاوب بشير وصديقي كل إسلام فرصة، راهو كالموسم الكارثي اللي تعدى على الصاد، راهو الصاد ما عندهاش جمعية، ما عندهاش ملعبية، راهو وما عندهاش ديسبلين، وما عندها حتى علاقه بالرابطه المحترفه الاولى، خاطر فريق يلزمو ينزل وقتها. اما اليوم نحكيو على الملعب التونسي على النزول وقت سابق لاوانه، وقت اللي انت عندك فريق فنيا وعندك دي كاليتي نتاع ملعبيه يعمل ديفيرينس. انا نشوف بلال المجري شنو اللي قدم به اليوم للملعب التونسي، نشوف زاده كيف اباتا كي نجم يعاود يرجع للفورمه الزغلامي. هو التغييرات الفنيه انيس ظهر لي في المدربين هي اثرت برشا على الفريق. الملعب التونسي هو كيفيه توظيف اللاعبين اللي عندك. عندك زيد بشري محترم، على المدرب انه يعرف يوظفهم. زاد انت اليوم كفني ولا كمحب ما تنجمش تدخل في مهام مدرب قاعد يخلص وياخذ في شهريه، تجي انت تقوم بالعمل نتاعو، وهو يلزمو يشرف ويلزمو يشوف ويلزمو يقيم اخطاء ويلزمو يصلح من المباراه الاخرى، خاطر لو كل مباراه تتعدى ويغلط فيها راهو الملعب التونسي فابي كاش. يعني اليوم الملعبيه موجود لكن لازم توظيفهم، مانيش نشك في غازي الغرايري في الوقت الحالي، لكن لازم يحل عينيه اكثر ويعرف كيفاش يتعامل مع الزيد البشري اللي عنده، يعرف كيفاش يوظفهم. وقتها نجم نحكيو على الملعب التونسي من الناحيه الفنيه نجم يجيب نقاط. في مقابلات نهايه الاسبوع انيس شكون الملاعب يشد انتباهك افريقيا ومحليا؟ كالعاده راني مش نجامل فيه، بالرمضان مش نقعد ندعمه، يعني بالرمضان الوليد بالنسبه لي شد صحيح ديما بالرمضان. المدرب به المدرب ينجم يكون
محمد علي معانا نتاع النجم الرياضي بالمتاو. يعطيك الصحة، شكرا لك أنيس العياري على كل الإضافات الفنية اللي قدمتهم لينا اليوم. فدوى تركي في الأخبار وبعد راجعين.